يبدو أن الحكومة اليوم لاعتبارات معينة لا تريد أن تعلن حال الطوارئ الصحية، ولكن من هنا من أم تي في نريد أن نتوجه إلى المشاهدين بهذه النقطة تحديدا، نطلب منهم التصرف بمسؤولية، التصرف وكأنه صحيح. في حال الطوارئ صحية بلبنان، لأنه إذا الحكومة عندها اعتبارات معينة خلينا نحن نكون مسؤولين، كل في بيته يلتزم بيته، يلتزم نوع من الحجر الصحي. فعلا الموضوع خطير جدا، ومن ام تي في نطالب الجميع بالتصرف وكأن هنالك حال طوارئ صحية.